الاساس بتاع العجينه اللي هنبدا نشتغل فيها دلوقتي. طريقه كده بنعمل فيها معجنات سهله جدا، تتعمل تتقطع بشكل مربعات، وبعد كده هو بنبدا نحط فيها اي نوع جبن عندك، وبنتقفل تقفيله حلوه، وبعد كده بتبدا تتسوى في الفرن. طيب فاول حاجه عندي بجيب عندي هنا كوبايه وربع من اللبن، وبقوم واخد عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وباخد عليهم معلقه من السكر، واقلب الكلام ده. والناس اللي بتسال ليه فايده البيض في المعجنات، البيض بيهوي العجينه، بيخلي العجينه لما تيجي تطلع اول حاجه ما تبقاش ناشفه. مش احنا ساعات بنجرب كده معجنات تطلع ساعات بتبقى تنشف معايا، هي احنا بنعملها في البيت، المخابز يا جماعه غير البيوت، فاهمه ازاي؟ وما بيزفرش العجينه، الناس حاطه في دماغها لاي بيض بيتحط مع الدقيق مش بيزفر العجينه، ما بالك بقى عجينه المكرونه دي بتاخد على الكيلو 10 بيضات، يعني بتتعجن بميت بس. عجينه الباستا او عجينه الباستا الاصليه تتعمل بيض بس من غير ميه، فالدقيق اصلا البيض لما بيتحط مع الدقيق ما بيديش اي زفاره خالص، لان في ناس بتقلق تقول لك ايه العجينه بتبقى زفره، لا العجينه مستحيل تبقى زفره من البيض، لكن هو بيعمل ايه؟ بيهوي العجينه معايا كويس جدا ويخليها طريه في نفس الوقت، واللون بتاعها يبقى اصفر من جوه. اديها واحد عدد بيض، وبعد كده بنبدا ان احنا نقلب. البيضة مع شوية السكر مع اللبن مع الخميرة مع السكر، واسيب الكلام ده هو حوالي ربع ساعة كده، ركنه هنا في جنب عشان نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدأ نعمل العجينة دي ونشكلها. لان بص التشكيلة عاملة ازاي، جبنة عادية جدا ربع كيلو، شوية طماطم وشوية فلفل اخضر، واقول لك هنطلع اسهل طريقة ممكن تقدري تعملي بيها فطاير في البيت بالجبنة، لان عاملينها بجبنة الفيتا سهلة جدا ومش بتاخد وقت. العجينه زي ما انتم شايفين الخميره اللي احنا عملناها، الدقيق اهو، الميه، اللبن اللي احنا حطيناه، بص بقت اتخمرت ازاي اهي، بقت عامله زي كده، عامله زي البوظه كده، مع البيضه مع شويه سكر صغيرين، كوبايه وربع من اللبن، وبعد كده معلقه كبيره من الخميره، ونقوم واخدين الكلام ده كله ونقوم رايحين واخدين نص كيلو من الدقيق، ونقوم حاطينه هنا في العجان. بعد كده اهوت نقوم واخدين عندنا الخميره اللي احنا عملناها حطيناها هنا، لو احتاجت نزود ميه، وطبعا اهم حاجه طبعا شويه الملح، وننزل ونشغل. احتاجت ميه اوكي مفيش مشكله، ما احتاجتش خلاص ما احطلهاش. اكيد طبعا هتحتاج ميه، وعلى السرعه الاولى طبعا نفضل ايه نديها كده لحد ما تبدا اللي هي تاخد القوام اللي انا محتاجه. ننزل ونروح خالص، وتمام التمام كده. نقدم العجينه بعد ما لمت معانا، نبدا نعلي شويه كده صغيرين لحد ما تبدا اللي هي تخدم معاك. جميل. خش بقى العجينه بعد ما اتعمل، تتخدم كويس جدا. من عوامل نجاح اي عجينه انك تعجنيها كويس، ما تستعجلوش عليها وتقوم طلعينها. احنا هنا قلنا قبل كده احنا برامج الهواء، برامج الهواء بتشتغل، بتبقى العجينه عندنا في عجينه مرتاحه معانا، لكن انت لازم تسيبيها اكتر من 5 دقائق على نفس السرعه دي، وما تعليش السرعه على كده، هتلاقي العجينه دي طالعه معاكي زي الفل. بنعرف منين؟ بنعرف ان احنا نمسك العجينه قبل ما نطلعها من العجان يا جيمي، بنبدا نمسكها كده كده، لو اتقطعت معايا يبقى العجينه دي لسه ما اتخدمتش معايا. بص اهي، نقعد نفرد فيها كده وهي موجوده في العجان نفسه، دي العجينه المرتاحه. فبص بقت عامله ازاي اهي، شفافه جدا ما بتقطعش، يبقى نعرف ان هي اتعجنت كويس. ناخد بقى شويه كده من هنا ونقوم فاردين. انا بقول لك اعملها بشكل حلو قوي وتطلع مورقه معاكي، هقول لك ازاي. شويه دقيق كده من فوق ومن تحت،
الناس اللي بتشتكي من موضوع العجانات والعجانات بيحصل لها مشكلة عندها، حافظي على عمر العجان عن طريق استخدامه الصح. يعني لو انا حاطط عجينة زي دي بمضرب كف نص كيلو ما عليش عليها، غلط ان انا اعلي عليها. لو انا عليت عليها السرعة خلي بالك الموتور كده هتوديه في 60 داهية، فلازم العجينة تبقى على السرعة 2. هي دي كده، خلينا نشوفها كام. لا ده سرعة 1 كمان، عمر العجين ما يحصل له حاجة. وعلى طول وانت شغالة حط ايدك من فوق هنا على العجان، نعمل له كده ايه تيست كده نشوف، لو سخن قوي يبقى نقفل العجان على طول، لو درجة حرارة طبيعية بتاعت الموتور يبقى خلاص مفيش أي مشكلة. وفي نفس الوقت الصوت بتاع العجان لو لقيتيه فيه مشكلة وفي أزمة في العجن يبقى على طول تقللي الكمية اللي أنت بتعجيني بيها. الموضوع سهل جدا يعني. تعالي كده نبص عليها أهي، نيجي نعمل اختبار ونشوف اهو. لو انا مسكت العجينه كده اهي وفضلت ايه افتح كده لسه شويه بدات اقطعي لسه شويه، حاجات بسيطه كمان تاخد كمان دقيقه كمان. طيب الحشو بقى ازاي؟ عندك علبه جبنه عندك في التلاجة طلعيها. نقوم واخدين عندنا فلفل اخضر، يلا يا بحر، طماطم هجيبها وافرمها فرم ناعم، طماطمتين كده ولا حاجة، وبعد كده أقوم واخد عندي فلفل أخضر رومي، هادي الفلفل الأخضر الرومي نقوم جايبينه كده اهوت، ونبدأ إن احنا نفرمه فرم ناعم مع الطماطم، ماشي الكلام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الجبنة، هقفل بقى. تعالوا نشوف بنقفل دي ازاي. بص بجيب عندي دقيق اهو عشان ايه انا هطلعها مرقه. بطلعها ازاي؟ العجينه دي بتقوم فرداها الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بعد كده بص بنقوم واخدين ايه الخلطه الجامده ديت من الجبنه دي والطماطم والفلفل الاخضر. خطيرة الخلطة دي والله بحبها جدا. بص من هنا كده نقوم واخدين من هنا ومن هنا كده مش للآخر ماشي، وبعد كده نقوم واخدين دي حطينا هنا ونضغط عليها كده، فاهمة ازاي؟ اهي. وبعد كده نقوم واخدين دي ونقوم حاطينها كده ونضغط عليها كده، بقت عاملة ازاي؟ بصي كل ورقتين كده بقت فوق بعض، اي يعني كل هتلاقي هنا ورقتين فوق بعض وهنا ورقتين فوق بعض، والحشو فين؟ في النص. جميل؟ نقوم واخدينها وحطينا هنا. نعمل واحدة تاني؟ أظن الحشو مفيش أسهل من كده. جبنة، طماطم، فلفل. واعملي كوبايتين دقيق. ماشي؟ يعني اعملي كوبايتين دقيق، نص كوباية لبن. اعملي نص الكمية اللي أنا بعملها. أنا بعمل عشان بعمل كمية ليكي عشان أوريها لك عشان في الاخر تشوف اللي احنا بنعمله، لكن انت تعملي كوبايتين اتنين دقيق يطلع معاك ان شاء الله زي الفل وتعملي عشوه اليوم محترمه يعني. ناخد قوم واخده دي حطها هنا ومنزلاها في المربع ده ونسكنها كده بايدينا، وبعد كده نقوم فاتحين دي كده، وبعد كده نقوم واخدين ده اهي كده. عجبتني جدا جدا ولازم تجربيها عشان التوريقه بتاعتها وسهله قوي ما فيهاش حشوه كتير. ونقوم واخدين دي كده حطونا هنا. يلا تاني بقى، يلا بسرعة. بص يا جيمي كده اهو عشان الناس بس تعرف احنا بنعمل ايه. تاخدي الحشو كده وتقومي حطاه هنا، ما تروحيش هناك قوي، خلي الحشو يبقى في النص على قد ما تقدري، وزعيه بشكل مستطيل كده ماشي كده تمام. وبعدين اقوم واخد دي من هنا كده، هنا مش للاخر وهنا مش للاخر. فطيره توريقه، وجربيها بس في الايه، حاولوا تجربوها في على الفطار كده او العشاء، وادعي لي لان اصلا مش هتنشف العجينه لو انت عملتيها واشتغلتي على التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليها الصح،
عمرها ما تنشف منك، والحشوة ما فيش أحسن من كده وأرخص من كده. كده وتمام. نعمل ايه بقى؟ شويه زيت زيتون من هنا على كده اهي. وبعد كده ايه، شويه سمسم يعني كده. نقوم واخدين الكلام الجميل ده كله ورايحين فين؟ على الفرن على طول. ايه احنا مش هنخمر؟ لا لا خالص، على الفرن على طول. ونسوي على درجه حراره كام؟ 180. يعني حاجه بقيت منك ومش معاكي حشو، صح؟ اعمليها. وعلى الفرن على طول وودي. اهو. لازم بقى عشان العيش يقب معاكي، عشان في ناس كتير قوي بتيجي تعمل العيش يا جماعه ما بيقبش معاها. بص على الفرده، بص الدقيق تحت، جميل. ناس هتقول لك ده الدقيق ده بيبقى على العيش، ما مش بيبقى حاجه يا جماعه ولا حاجه. هو لازم العجينه تبقى مفتوحه، فانا بحط لها دقيق كتير، فلما اجي افرد لو انا بصيت يا جيمي كده على الدقيق مش هلاقي دقيق كده من فوق. بصي مفيش دقيق خلاص. نقوم حاطين هنا، شايفه الفرده بتبقى عامله ازاي؟ كلها ما بتبقاش، لا تبقى رفيعه من حته ولا تخينه من حته، كله هو مقاس واحد. نفرد اهوت، وبعد كده نقوم ودينا فين؟ عندي على الفرن درجه حراره كام؟ 280 على طول. ونسوي احلى شويه عيش ان شاء الله. حلو قوي. وهنا العيش الباقي مننا اللي هو بقى، يعني العيش اللي هو اللي انا ما عملتوش، خبسته وقمت عامل بيه عيش شامي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. الله على الكلام الجميل. اللقمه طالعه عامله ازاي؟ عارف هنحطها فين بقى؟ جنب ايه؟ جنب الفراخ دي. نغمس بيها لانها موضوع كبير قوي. بص اللقمه طالعه عامله ازاي؟ عارفين ايه اللي عم يخلي اللون بتاع العيش كده؟ البيضه اللي انا حطيتها برضو عامله شغل عالي قوي.